وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على جواز النظر في اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك في سياق بحثه لتقريرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 ميلادية بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 ميلادية بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وإحالتهما إلى الحكومة الموقرة. ثم جرى اختار أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم اختار أصحاب السعادة الأعضاء برد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة الصم، ورد سعادة وزير الإسكان بشأن الخدمات الإسكانية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المتضمن توصيته بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي. اليوم الحمد لله المجلس أقر تعديل على المادة 7 واللي هي أجازت تمديد فترة رخصة الصيد للصيادين من سنة إلى 3 سنوات، وهي جوازية أعطتها إلى الجهات المعنية، وهذا التمديد بحد ذاته بيوفر على الصيادين مشقة متابعة تجديد الترخيص كل سنة، فأعطاهم اللي يقدر يسجل حق سنة أو سنتين أو 3 حتى يتفرغ إلى عمله. والصيادين يعني مو كل كافة أنواع الصيادين، صيادين الحضور والمساكر والغواصين، كل هذا اللي بيستفيدون من التعديل على هذه المادة.